الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن. عند كل ربوة ومنحنى عشق جميل لوطن نبيل. التحية لك وطني وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. الدرس هنا، كل أجزائه لنا وطن. نحن نبدأ ونراي خايفين من الرحول ومن غيابنا من محل دفن سرورنا قبل، ولكن بفضل الله تعالى، إرادة الله سبحانه وتعالى، تم التهيير وجينا هنا. وبفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لما جينا هنا ووصلنا في المحل ده شفنا النور. متأثري مشروع سدين أعالي نهر عبرة وساتين، هجرة من دائرة الانتماء المحدودة إلى رحاب الوطن الفسيح. ربنا سبحانه وتعالى غدر بينا إننا هنتحجر من مواقعنا القديمة إلى مواقع التوطين الجديد، وتحجرنا بحمد الله سبحانه وتعالى كلنا بكامل غرانا وكامل أهلتنا بإسنيادنا وإرقيادنا وقبائلنا وسحناتنا ومكوناتنا، وجينا سكننا في القرية واحد وأخذنا سنة في انسجام تام ووئام تام وحقيقة وخلط. نحن يمكن نحسب ربنا سبحانه وتعالى إنه أراد بينا خير، إنه يجمعنا مع كل المكونات الموجودة في هذه القرية بمختلف القبائل، ودي واحدة من الرحمانية إننا نتلاقى في قبائل عدة وفي سحنات عدة وفي مكونات عدة في بوتقة كبيرة زي دي فيها قرابة 4500 أسرة. قرى التوطين مشهد يؤكد قومية المشروع ومثال للروح الوطنية. مشروع سدي أعالي نهر عبرة وساتين الحلم الذي أتى. للمجتمعات دور كبير في دعم ونجاح المشروعات. بولايتي القضارف وكسلة تفاعل المجتمعات حول مشروع مجمع سدي أعالي عدبر وسيتيت، وكان له هذا النجاح الكبير والإنجاز. مشروع مجمع سدي أعالي عدبر وسيتيت عند اختياره كفكرة كان يهدف للنهوض بالمجتمعات التي تعيش من حوله في كل مناحي حياتها، فلذا وجد المشروع في مراحله التنفيذية المختلفة التعاون والقبول منهم، آملين أن يحقق لهم أحلامهم. لذا كان هذا الحضور الكبير لاحتفالية تدشين دخول أول توربينة من المشروع وبدء إنتاج الكهرباء وانطلاقة العمل في إنفاذ المشروعات المصاحبة لها. تدافع الحضور الشعبي بمختلف فئاتهم لساحة الاحتفال في مشهد يعبر عن الرضا والتفاؤل بمستقبل قادم يحقق لهم أمنياتهم وتطلعاتهم. هذه الموية وهذا السد إن شاء الله يعمر البلد كله، وإن شاء الله يسقيهم موية القضارف والغرى المجاورة كلهم والكهرباء، وما إن شاء الله هذا الخير خير يعم السودان كلها بإذن الله. ونحتفل بنهري عدبر وسيتيت، ونقول فوائد عديدة، هو عندنا المياه والكهرباء استفدنا منها كثير، بنشرب منها الإنسان والحيوان وبننمي منها مجتمعات. الحمد لله بشيد وبفخر بأن المصالح اللي جاتنا من هذا السد هي كبيرة وكثيرة، ومنها سهل لنا العبور إلى
مدينة القضارف أو ولاية القضارف، وسهل لنا كل شيء، وحنستفيد في المستقبل إن شاء الله. استفدنا الآن بالكهرباء ومنها بالمياه، وإن شاء الله نتمنى أن يكون الترع بأسرع أوقات من هذا المستفاد الذي نستفيد منه في المستقبل والآن. شنو اللي بيمنع حروفنا تسيل وتتدفق على أجمل حكاياتنا؟ شنو اللي ممكن حنجنيه إذا ما قام هناك مصنع وهنا مسرح وهنا خزان وصرح كبير نردد فيه غنواتنا؟ أكيد ظل الوطن حيشيل تجمعنا وملاقاتنا، وتطلع برا خيراتنا وثقافاتنا، ومن أجمل بقاع الدنيا صوتنا مرق يقول من كسل جناتنا، من التاكة والخضرة، من حلفة تزوب سكر أروم البيها كم نفخر، وخشم القربة شوق بحر، في النهر الجميل سدين حينهضوا بحضاراتنا. من سيتيت فرحنا يعم، ومن العطبراوي تفيض أهازيجنا وبشاراتنا، ونبنيه الشرق معلم يناطح للسحاب ويفوت مدى الرؤية ومداراتنا، ويبقى الحال بعد ترحال مدينة وضوء ضراع تربال تزيد إنتاج مساحاتنا. وشنو اللي بيمنع حروفنا تسيل وتتدفق على أجمل حكاياتنا؟ المشروعات التنموية الكبرى هي التي تصنع المستقبل للمجتمعات التي تعيش من حولها. مشروع مجمع سدي أعالي عدبر وسيتيت هو أحد المشروعات الواعدة بالكثير. يعد السودان واحداً من الدول التي تتمتع بموارد مائية متنوعة، وقد سعى إلى الاستفادة من موارده هذه من خلال عدد من المشروعات المهمة، التي منها مشروعات السدود لما تلعبه من دور مهم في التنمية. الرحلة من الفكرة 1946 إلى تحقيق الحلم كأحد أكبر المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذ في الريف السوداني. ثلاثمائة وعشرون ميجا وات ينتجها المشروع عبر محطة الكهرباء التي تتكون من 4 وحدات، وذلك عبر خط ناقل للكهرباء بضغط عال يبلغ 220 كيلو فولت، وبطول 28 كيلومترا يربط محطة التوليد بالشبكة القومية. جاء السد فرصة ذهبية لتحقيق تنمية لإنسان الريف في منطقة المشروع، فقد تمت إعادة توطينهم في 30,000 وحدة سكنية تحيطها العديد من البنيات التحتية والخدمية، منها 50 مدرسة أساس، 22 مدرسة ثانوية، 22 وحدة سكنية للمعلمين، 25 مسجدا ملحقة بها خلاون، إضافة إلى 3 مستشفيات و8 مراكز صحية و11 وحدة علاجية بجانب 14 ناديا ومركزا ثقافيا، بالإضافة إلى 5 محطات لتنقية المياه. بجانب إدخال الكهرباء لكافة المدن، إضافة إلى المؤسسات الحكومية من مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم. وقد تم تمليك المواطنين وسائل الإنتاج الزراعي والسمكي، ونالوا دورات تدريبية لزيادة مهاراتهم، فيما وفرت بحيرة السد ثروة سمكية جعلت من المنطقة مركزاً جديداً لإنتاج الأسماك. مجموعة من المشروعات والخدمات المصاحبة أقيمت، منها جسور دائمة أقيمت على النهرين لتربط مناطق المشروع في الولايتين وما حولها بالطريق القومي والطريق القاري وصولاً إلى دول الجوار، وهذا يسهم في تطوير حياة المجتمعات المحلية.
يتشكل مشروع السد بطول يقدر بحوالي 13 كيلومتراً، وهو عبارة عن سد ترابي ذي نواة طينية على مجرى النهرين. يتوسط هذه المسافة مفيضان لتصريف المياه يقعان على الضفة اليسرى لنهر أعالي عطبرة والضفة اليسرى لنهر ستيت. جاء اختيار هذا الموقع بغرض الاستفادة من تعدد مصادر المياه التي تجري في هذه الأنحاء والإسهام في تنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعياً، ولإنقاذ مشروع خشم القربة بعد تراكم الطمي في بحيرة الخزان. 297 كيلومتراً مربعاً بسعة تتجاوز 3 مليارات متر مكعب هي مساحة البحيرة التي تتكون من مجمع السدين عبر قناة تربط بينهما. على جانب ضفة البحيرة أنشئ مأخذ لمياه شرب مدينة القضارف، والذي سيحل مشكلة العطش التي تعاني منها المدينة وما جاورها منذ سنين طويلة. ويأتي المشروع الزراعي لأعالي عطبرة، وهو أحد المشاريع الكبرى التي تروى من مخزون بحيرة المشروع للمساهمة في الأمن الغذائي. اهتمت وحدة تنفيذ السدود بالحفاظ على الموروث الأثري والثقافي بالمنطقة، فقد تم تسجيل أكثر من 200 موقع أثري مهم، وكذلك العمل على توثيق تاريخ وتراث هذه المناطق عبر الكاميرا والفرشاة والقلم. أتاح العمل في مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت الكثير من الفرص العملية للكوادر الهندسية السودانية، خاصة طلاب كليات الهندسة، وذلك من خلال الأعمال التي تمت والدورات التدريبية، مما يساهم في رفض المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد بالكثير من الكوادر المدربة. كل هذه المنظومة من الأعمال التي تمت في أرض المشروع أشرف عليها مجموعة من الخبراء العالميين والوطنيين والاستشاريين، وذلك للوصول لأعلى درجات الجودة والتميز لإنجاز أعمال المشروع. مثل التمويل التحدي الأكبر لإنجاز المشروع بمكوناته الضخمة هذه، وكان لشراكات المؤسسات العربية والإقليمية إسهام كبير في ذلك، وهي ينتظر منها أن تغير كثيراً من واقع الحياة في ولايتي القضارف وكسلة، وذلك من خلال منظومة مشروعات عديدة أتاحها المشروع الحلم، مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت. مشاهدينا، بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.dio.gov.sg. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل. إلى اللقاء.